خلينا نتكلم انه الاهلي كان عنده بعضا من المشاكل في شباب بلوزداد. مظبوط. كيف يتفادى الاهلي هذه المشاكل؟ ومن خلالها نتكلم على النقاط اللي ممكن يستغلها النادي الاهلي في فريق ميديان. تمام، تعال نخش يا كابتن على الاهلي وبلوزداد، لان كان في نقطه في منتهى الاهميه، وهي ان اجنحه النادي الاهلي ما بترددش بقوه تساند، فتحديدا جبهه محمد هاني وجبهه طاهر محمد طاهر كان فيها من المشاكل الكثير والكثير اللي كان بيترتب عليها المنظر اللي احنا بنشوفه ده، الفرصه اللي اتخلقت اكتر من 3 4 مرات على مرمى النادي الاهلي. كوره حضرتك محمد هاني ومعاه حسين الشحات بيرتد هنا راجع مكان طاهر محمد طاهر اللي مرجعش على عكس مركزه. هنعدي بقى نجري اللقطات سريعا، وبص كابتن علي معلول بيروح فين. علي معلول كباك ليفت داخل عمل تغطية عكسية زي الفل، ما عندوش مشكلة. وجنبه اللعيب اللي تحتيه الدايرة السوداء دي. بص حضرتك بقى ثلاثي نص ملعب النادي الاهلي. كرة بتتلعب، حسين بن عيادة بيجي من اخر الدنيا يحط وش رجله، امام عاشور لسه جنبه. انا هنا بتكلم عن ادوار لعيبه نص الملعب، ادوار الاجنحه اللي بتتسبب في الموضوع. تعال نجري الصور اللي وراها على طول. دي كده اول فرصه. نفس ثنائي الملعب، الاهلي بيضغط قدام، اللعيب ده بيستلم بين الخطوط لوحده، وبعدين اوتوماتيك هينزل واحد يستلم في ظهر مروان كمان وامام عاشور. الراجل بيستلم، روح على طرف من اطراف الملعب على طول. نفس الهجمه هي كابتن، جري 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 نفس الزياده عشان تتخلق نفس المساحه برده. بص حضرتك بقى ايه هنا، حسين بن عياده اهو لوحده برده رقم 3، امام جنب مروان، جري الصور والكرة هتتلعب. امام عاشور هيحاول يتدخل، هيقلش تروح للعيب رقم 11 يعمل الكرة دبل كيك ويحطها فوق العارضة. وبعد الصورة دي هتشوف رياكشن امام عاشور، انا جايب وكنت امام كان الجهاز بيكلمه فبيقول لهم بيشرح لهم ان انا في لعيب ماسكه، انا ماسك الراجل صحيح بتاعي صحيح. تعالى ناخد الصور اللي ورا. كل ده بيتسبب من ايه؟ ان لعيب جناح بيكسل يرجع. جري بقى جري بقى الصور على طول، لان بص كابتن امام عاشور فين وحسين الشحات فين وحسين بن عيادة على نفس الخط. وفي الاخر برده الكرة دي تكاد تكون ممكن تكون فرصة هدف مؤكد. مزبوط. واحد اتنين هي انتهت الفرصة دي بأني كورة اللي راحت جري الصور اللي حسين بن عيادة شاطها ومصطفى شوبير نزل يتعامل معاه من جنب العارضة اوتوماتيك. يبقى اذا اجنحة النادي الاهلي لازم تبقى عارفة انا لازم ارتد بالظبط. ما هو بقول لحضرتك ايه، ده مش هو اللي لعبها كمان، ده اللي وراه اللي لعبها. يعني دي 4 مرات من ناحية اليمين طاهر محمد طاهر ما يرجعش. فالكرة تتلعب بالعرض في ظهر علي معلول اللي واقف صح. بس مفيش حد راجع يساند. صحيح. كلهم فرص محققة للتسجيل. طيب من هنا تعال نشوف ازاي الاهلي يتغلب على فرقة ميديما نفسية. دي حاجة من الحاجات اللي عايزين الاهلي يتجنبها بكرة. تمام. ان هم بيلعبوا من على الاطراف كويس، خاصة انت قلت ان عندهم خط هجوم جيد في ميديما. طبعا. هو عندهم الراجل سوي ده رقم 3، بس احتمالات لعبه لسه مش مؤكدة. هو كان واخد طرد اللي انا عارفه واخد طرد اخر مباراة ونتأكد برضو. فالراجل ده الوحيد اللي كان اللي كان في منتخب غانا. انا بص بادئ لحضرتك، هم اللي بيلبسوا هنا اصفر، احنا هنا بنتكلم ازاي الاهلي يتغلب عليهم. بص يا كابتن بقى اطراف الملعب بتاعتهم والاجنحة. عدي بقى يلا بينا جري الكرة على طول بمنتهى الأريحية. باص واحد بيضرب الاثنين، الراجل هيعدي من الراجل الباك، وبص هنا هتتلعب لبرة على طول. محدش بيمسك حد. هم دفاعيا عندهم مشكلة. جزء قلب الملعب اللي قلت حضرتك عليه، الكرة هتلعب باص، الراجل ده هيستلم. تعال نجري الصورة اللي وراه، استلم. بص بقى حضرتك في وسط كام واحد، 1 2 3 4 5. الخمسة دول هيوصلوا لي الجون. جري بقى الصورة، هيفضل ماشي وهم بيجروا جنبه. ماشي وهم بيجروا جنبه لغايه ما السنتر باك يطلع ويسيب مركزه، يرقص ويحط وش رجله الجون يصدها. اذا عمق الملعب فاضي. دي مباراه بلوزداد 1 2 ما بين سلمي ومحمد وابو الخير ومحمد اسلام ابو الخير. تعالى ناخد صوره اللي وراها، الراجل بياخدها بيعدي بيروح يرقص ويروح ياخد ضربه جزاء من قلب الملعب. عندهم مشكله كبيره جدا جدا. عشان كده بقول لحضرتك امام عاشور محمد مجدي قفشه تحديدا ممكن يكون ليهم دور في منتهى الاهميه. لما بيكلف بادوار دفاعيه بيعملها بصراحة. بيعملها كويس جدا وبيلتزم وبيرتد، لكن هجوميا اتمنى اشوف قفشه. دي مباراه الذهاب. امام عاشور من قلب الملعب بياخد كوره مروان. وبيروح ينفرد، دي كانت الدقيقه 3 وحط الكوره لوب وفي الاخر جت في العارضه وردت بعد كده. طيب يبقى اذا احنا بنتكلم ان الاهلي لازم يكثف لعبه من عمق الملعب. طيب دفاعيا هم عندهم مشكله، هم ما بيهاجموا الكره هتتقطع منهم هنا. عندهم مشكله كبيره جدا في التمركز الدفاعي في التحولات. يعني الاهلي يروح يعمل هجمه مرتده يبقى عنده دايما افضليه عاديه. بص تمريره واحده هتضرب كل نص ملعبهم. هتروح الصوره اللي وراها هتلاقي عندهم افضليه 3 على 2 لفرقه يانج افريكانز عليهم. بعد كده 3 على 2 يا كابتن بيروس، 1 2 3 على 2. طول ما هم بيهاجموا هم بيهاجموا بسبعه وثمان لعيبه. وده الاهلي يقدر يتعامل معاه دفاعيا بجزء من التنظيم الدفاعي ويقدر يحوله لهجمات مرتده خطيره. الحاجه الاخيره هم جامدين في ايه؟ هم جامدين جدا في الكور الثابته. الكرات الثابته. الكرات الثابته. الكورنرز تحديدا اللعيب رقم 14 اللي اسمه مامادو اللي هو عليه الشادو ده. رقم 4. بص يا كابتن وكام لعيب بقى؟ 1 2 3 4 5 6 7.
وواحد بيلعب الكورنر، معنى كده ان هم واقفين باتنين بس في الحاله الدفاعيه. 14 ده بيعمل كده كيرف، ياخد نص دايره ويلف من ورا المهاجم ويروح يفضوله ويطلع يحط الكوره بدماغه صاروخ. جت في القايم الكوره دي، جت في العارضه في مباراه شباب بلوزداد. تعال ناخد الصوره اللي ورا، جون التعادل في مباراه شباب بلوزداد من تسديده من فاول. دايما بيعملوها على فكره، هم بيشوطوا الكوره وما عندوش مشكله تتلعب بالعرض، واي واحد من دول يحط رجله يغير اتجاهها. وفعلا ده الجون اللي حصل في المباراه دي، وحصل في مباراه يانج افريكانز لكن ما دخلتش. تعال نجري الصور سريعا عشان نحذر تحديدا من الكور الثابته وانتشارهم في الكور الثابته. تعال ناخد اللي وراها عشان نشوف منادو لعيب رقم 14 ده تحديدا. بص يا كابتن بقى طريقه ثانيه، واحد بيروح على القريبه ياخد معاه واحد وواحد على 6 ياردة وواحد على وراه على الاخر، واربعه جايين بيفتحوا سبرنت. ايوه صح. وفي الاخر اتلعبت على المساحه اللي ما بين الاول والتاني دي، وطلع حارس مرمى بلوزداد اتعامل معاها شالها قبل ما الراجل يحطها بدماغه في الجون. 7 لعيبه في ال 18 دي نقطه مهمه جدا، وحذاري للعيبه النادي اللي بيسدد 18 بالظبط 8 فمنتهى الخطوره. تعال ناخد اللي وراها. بص يا كابتن رقم 10 على نفس طريقه رقم 14. لازم واحد من بره ياخد هاف ترن ويقطع لجوه عشان يحاول الكره تتلعب له. تعال ناخد اللي وراها سريعا لحد ما نروح لكوره اللي اتعملت في مباراه الذهاب. برضو الكوره دي شكلت خطوره وقعت من ايد الجون وكانوا هيكملوها يسجلوا منها. دي مباراه الذهاب هنا في مصر. محمد الشناوي بص الراجل واقف فين؟ واقف معاه مع حسين الشحات، واللعيب رقم 14 اللي في الدايره ده مع لعيب النادي الاهلي كلهم وسعوا له، عمل نص دايره وراح وحط الكوره بدماغه بالظبط. الشناوي شالها من تحت العارضه بمنتهى الصعوبه. تعالى نقلب الصوره. بص برده هو رقم 14 كان عنده مشكله في الرقابه. اذا اللعيب رقم 14 ممادو، هم ليهم اكتر من طريقه، يا هيوقف واحد قدام حارس المرمى يا هيوقف واحد على القايم القريب عشان يستريتش قدام حارس المرمى بالظبط. ودي في منتهى الصعوبه، ودي اتعامل معاها الشناوي الحقيقه اتعامل كويس جدا. عشان كده بقول لحضرتك جدا دي بقى ماتش بلوزداد والاهلي. دفاع النادي الاهلي في الكره الثابته، والكره دي اتعمل الدبل كيك من نص من عند نقطه البنالتي، ودي حاجه صعبه جدا ان هي تتعمل. بص دفاع الاهلي يا كابتن راح فين؟ اتنين فتحوا مع ده واتنين وسابوا الراجل خد خطوتين لورا وعمل دبل كيك. انا جبت الحاله دي عشان مشابهه للتكتيك اللي بيلعبه فرقه ميدياما في الكور الثابته. فانا هنا تحذير للعيبه النادي الاهلي دفاعا وحارس المرمى ومارسيل كولر، اولا نحاول ما نعملش فاولات كتير. طبعا دي حاجه صعبه بس نحاول الفاولات اللي هي ملهاش لازمه حوالين ال 18 اللي هم مميزين جدا، وفي غياب الراجل سوي دول نقطه قوهم كله القوه بتاعتهم في الضربات الثابته خاصه ممادو رقم 14.